يا البنات الا بغيت نبكي والحقره بعينيها يا البنات، شوفوا عينيا كي دايرين. والله يا البنات الا حقروني خليت ليهم الله، وجهت ليهم سيد ربي ياخذ فيهم الحق. هذا هو اللي كنت البنات بارطاجيت معكم، خديت الباط ديال كاوكاو، هذا هو الموديل البنات. بس صايبت راه هذا تيبان لكم قليل، حيت اختي اللاطه الثانيه راه باقه في الفران، وصايبت هذا الشكيل هذا. المهم صايبت قلت لك هما الصغار تيجيو ربعه دايرين فوق لا ماشين رافي أه. ولكن بحال دابا التيت حيت راه يكون بودر بودر كبير. عندك كتشري الكبيره انتيا صافي تجيك زوينه. البنات قالت لي بغات تاخذ هذا، غادي دير فيه البودر ديال التيت وتحطه فوق. احسن ما جربت البنات هو هذا الرز ديال البسمتي، كيحمقني الاخوات فين ما درتيه كيجي زين، مع الحليب في الصفه مع الدجاج كيما درتي ليها البنات كيجي زين، وكيطيب غير 10 في 10 دقائق. كتجي اختي شاصيه فيها 4 كيلو نصي البنات، بروموسيون هاد السيمانه. هما المشتريات ديال اختكم بشرى، اختكم بشرى ها هي في لاكيس اللي حداها شي اللي ضطر ليه البنات، دير لكم بروموسيون خطيره في لي فخواسك يا البنات. خديت البيستاج، خديت الكركاع، وخديت حتى كاوكاو. هو ديالك دوك اللي بحال دابا مثلا هذا بدا يدير بدا وكيطمات ولا جربتيها زوينه تاكل لك كاع دوك كيحيد لك الحبيبات من الحوايج. كوني بزاف ديال الاسئله اختي بشرى، بارطاجي معنا شي حلوه حلال من ليدل لاول مره كيجيبوها لكم البنات. شوفوا ليا حلوه ناتشور سون جيلاتين البنات، تقدروا تعطيوها لوليداتكم وما عندكم مناش تخافوا، كلشي البنات حلال. هي البنات ناتشور سون جيلاتين جيبها لكم في 4 ديال الموديلات حلال يا الاخوات. عشاق القهوه عرفتوا يا البنات، ديري لكم واحد البرومو خطيره، عرفتي كتجي فيها 72 شاصيه البنات، غادي تبقى لكم غير ب 3 اورو 29، 3 اورو يا البنات. عرفتوا حاطين ما شاء الله بزاف ديال لي بروموسيون وبزاف ديال الموديلات اختي ديال القهوه. خبر عاجل الاخوات، ليدل كيقلب على الخدامه، الناس اللي باغيين يخدموا في ليدل، خبر عاجل يا الاخوات. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش خبركم؟ قول يا بشرى انت اختي فين كاينه؟ من طرار اختي اكسيو ديال طرار شديت اختي التران، جيتكم اختي لا غبغي ليدل اختي ديال لا غبغي البنات، رجعت في التران الامور هانيه البنات، ما كاينين لا بوليس لا شي حاجه، ماشي بحال في الصباح. عرفتوا يا البنات الدنيا متقله، ردوا البال يا الاخوات، الله يستر عليكم. والله الا حطيت لكم داك الفيديو زعما قلبي مقطع، يعني راه الخبر في راسكم، راه عارفين، راه ماشي انا خايفه عليا ولا عليك ولا راه عارفه البنات شنو كاين، غيبانوا لكم عيني حمرين. والله يا الاخوات الصباح كنعتذر، شكرا لكم يا احلى اخوات، والله القسم الى ربي اللي ربي اللي غادي يجازيكم، المحبه ديالكم والحب ديالكم ربي اللي غادي يجازيكم. عرفتي شحال ديال الميساجات وبشرى وفينك، تعطلت على الفيديو ما حطيتوش لكم، مع انني شتوني مشيت في الظلام اختي، مشيت الصباح بكري، ولكن كنتاسف البنات والله القسم. شوف عيني حمرين البنات، غادي يبان العنوان باين اختي، قال لك الكتاب باين من عنوانه. عرفتي تلاقيت مع واحد المتتبعه ديالي بقات كتوريني في شي فيديوهات، والله يا البنات اش غنقول لكم، الا بقى فيا الحال عرفتي شنو نقول لكم البنات، بغيت نبكي وحق الله العظيم. يعني كتشوفي الحقره يا البنات، شتشوفي الحقره عرفتي شنو، يعني تشوفي واحد الانسان تابعك يا البنات، يعني والله يا البنات عرفتي ما عرفت. المهم كنظن بانكم فهمتوني، واش اختي كتضلي تعايري فيا وتضلي تسبي فيا، وفي الاخر تدخلي للقناه ديالي تقلبي على المكازات وتمشي للمكازات اللي كنمشي ليهم انا، نمشي انا لشي مكازا نصور فيها وتمشي لي انتيا. شوف البنات اقسم لكم بالله الا كيبقى شرف ليا، شرف ليا اخوات عندهم قنوات يدخلوا ويشوفوا عندي مكازا ويمشيو يدخلوها يمشيو يصوروا فيها، شرف ليا وحق الله العظيم. ولكن فاش واحد الانسان كيبقى يعير فيك البنات، يعني كيضل يحشيك في الهضره يضل يعير فيك، وفي الاخير اختي يمشي يدخل عندك القناه ويقلب على المكازات ويمشي ليهم، قال لي كيف ما كيقول ديك يخ منو عيني فيه، هي اختي ديالتك انتيا ضلي تعايري فيا وتحشي ليا في الهضره، وفي الاخير اختي سيري المكازات ها ستوكوماني ها شي ان ها بلا ما نزيد الهضره ونزيد. والله يا البنات الا بقى فيا الحال شرف ليا، كيف قلت لكم اللي بغات تمشي لشي مكازا انا كنمشي ليا، شرف ليا راه المكازا ما ديال با ما ديال امي ما ديالي انا شخصيا، فهمتوا الاخوات؟ ولكن يعني كتبقى مكازات اللي انا اكتشفتهم، يعني بحال شي ان بحال خصوصا هذيك لا مكازا ديال نويمي، عمر شي حد ما صور فيها البنات، الحمد لله اكتشفتها وصورت فيها وعامين هذه وانا كنصور فيها، فهمتي؟ يعني شرف لي يمشيو الناس، ولكن ماشي انت كتضلي تعايري فيا وتضلي تحشي ليا في الهضره. عرفتي شحال ديال الفيديوهات وراتني الاخت، وفي الاخير اختي تمشي للمكازات اللي انا تمشي وليتي دايره السيستم ديالي انايا. قالت لي يا بشرى والله اختي عمر شي فيديو ما حطيته في الصباح، حتى وليتي الفيديوهات ديالك انت كتحطيهم في الصباح، قالت لي يا فوتوكوبي كوبي كولي.
وراه بزاف والله والله. شوف البنات عيني الحمرين، عرفتي داك الفيديو ديال الصباح عرفتي وحق الله صافي ما كنتش غنحطو كاع، بقى فيا الحاله البنات. والحقره علاش عباد الله؟ الحقره علاش؟ ونتعاونوا مع بعضياتنا علاش داك حشيه الهضره؟ وعلاش هذاك راش غنقول لك لا حول ولا قوه الا بالله، غير هي نصيحه الاخوات الزوينات متتبعه ديالي، كنعطيكم غير نصيحه التواضع التواضع التواضع، من تواضع لله رفعه. ما كاينلاش نبداو داك البيان وداك سميتو وداك بخ وداك راه حنا غي ولا 9 شهور، راه قال لك كوني ابن من شئت واكتسب ادبا يغنيك محموده عن النسب. اش غنقول لكم وحق الله العظيم الا بقى فيا الحال، وسمحوا لي على هذه المقدمه هذه البنات، والله تسمحوا لي وحق الله ما كنتش معوله كاع ندير بحال هكا، ولكن بقى فيا الحال عينيا غيوريكم البنات ورا لي راه حقره هذه. واش ضليت عايره فيا وفي الاخير اختي نتبعها الخطى ديالي ورا بزاف كيما درت بشرى لي ونديرو وصافي اختي، راه لا اله الا الله. بنات لقيتهم معلقين هاد التيكيته هادي وبغيت نبارطاجيها معاكم. والله البنات الا بقيت شحال واقفه حتى تهدنت شويه عاد بديت الفيديو ديالي حكره، اش غنقول لك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. البنات راه كيقلبوا على الناس اللي باغي يخدم، ها نتوما سي دي اي يعني عامين خاصك تخدمي معاهم عامين سي دي اي، ها هي البنات غتشدي 2210 2210، وفاش فاش يعني فاش كترسمي معاهم كتشدي 1910. الناس اللي انتريسي البنات باغيين يخدموا مع ليدل، ها هو انا نعطيكم السيت ديالهم، ها هو السيت ديالهم البنات، راهم كيقلبوا على الخدامه البنات. الناس اللي باغيين يخدموا في ليدل راه باغيين رجال وباغيين نساء، يعني فام او اون، فهمتوا الاخوات؟ ليدل كيقلبوا على الناس للخدمه. نعطي لكم واحد لابخومو واحد البروموسيون واعره يا البنات واعره. ودابا اختي غنوريكم علاش خصكم بشرى جات كتجري اليوم الاربعاء ليدل. انا نورمالمون الاربعاء ما كنجيش البنات ليدل، انا كنمشي ليه الخميس غدا ان شاء الله. حط لكم واحد البروموسيون خطيره يا الاخوات، ان شاء الله نبارطاجي معاكم الا طول الله العمر. المهم زوينه ديالي حط لكم هذا القرقع، انا دائما كناخذو، انا ما نكذبش عليكم كناخذو اكثر يا وليداتي، زوين يا البنات صحي هذا راه زوين يا البنات. شوف الحبه ديالو دايره بحال المخ، زوين على حسب العقل على حسب المخ بالنسبه للوليدات وحتى النساء الحوامل. كننصحكم يا البنات تاكلوا هذا القرقع هذا، واخا تعطوا لوليداتكم غير واحد جوج حبيبات في الصباح ولا هكا تحطوه ليهم البنات زوين، راه ديروا له لا بروموسيون والله الا جيت على حسابه ديروا له 5 اورو 69 راه كتجي فيه 500 غرام، كيعجبني كيجي صاين والحبه ديالو كتجي زوينه. حاطين لكم هذا الميلونج هذا ليدلات كاملين البنات، هادشي اللي غنبارطاجيه معاكم كاين في ليدلات كاملين. حاطين لكم هذا الميلونج هذا كيجي فيه اكاجون وازيد قرقع، فهمتوا؟ هذا اختي ديروا له 4 اورو 99 هذا الميلونج هذا 4 اورو 99. وحاطين لكم الاكاجو البنات، ها هو الاكاجو يا الاخوات راه ديروا له حتى هو لا بروموسيون هاد السيمانه، لا بروموسيون ديال دوبل اكس ال، ديروا له 2 الاورو 9 سنتيم البنات. الاخوات اللي باغيين ياخذوا هكا الاكاجو انت اختطاري ليدل البنات، 2 الاورو 9 سنتيم. حاطين لكم البيستاج كيعجبني يا البنات هذا البيستاج غادي ناخذه، ما نكذبش عليكم ماشي دائما كنلقاه في ليدل، ماشي دائما كيجي زوين كيجي بنين هذا والله الا كنصيفطو حتى للمغرب البنات زوين، كتجي فيه 500 غرام. شفتي شحال دايروا له 5 اورو 39 ما تلقايش البيستاج بهذا الثمن هذا البنات وهاد الكاليتي هادي، راه كاينين كتلقايه ما زوينش كتلقاي الحبه صغيره كتلقاي هذا كيجي بنينه البنات زوين. البيستاج اللي عشاق البيستاج اختي راه دايروا له 5 اورو 39. وحط لكم هذا حاط لكم البنات هذه كتجي هاد الكريب هذا كيجي عامر بالشوكولا زوين. وباش كيعجبني يعني كل وحده كتجي في شاصيه، يعني تكوني خارجه هكا تبغي تاخذي واحد 3 ولا 4 ديرهم في الصاك على حساب وليدات، كل وحده كتجي في شاصيه ديالها. كناخذوا البنات دائما كيجيو ماشي دائما ممكن مره كتاخذي هكا على حساب الوليدات كتجي فيه 18 بياسه 18 كريب البنات ديروا له 2 الاورو 99 البنات. وحاط لكم حتى هاد كوكاو هذا كيجي معسل كيجي حلو يا البنات، بالنسبه للاخوات اللي ما كيبغوش الحلاوه ما غاديش يعجبكم، انا غير كان مره كنبغي نهز واحد الجات كيعجبني يا البنات زوين، راه ماشي ديما كنلقاوه في ليدا البنات. ديروا له عندهم البنات فيه 350 غرام 350 غرام ديروا له اورو 59. حاطين لكم يا اختي الحلوه الحلويات هانتوما يا البنات، حلوه ديال اللوز البنات، الحلوه اختي ديال اللوز كتجي هذه باللوز وكتجي هذه بالشوكولا البنات، هذا كاطو ديال اللوز وهذا كاطو ديال الشوكولا، فاش كتاكلي كتلقاي الوسط ديالو الشوكولا وهذا كتلقاي الوسط ديالو اللوز، ديروا له 2 الاورو
و60 البنات. شو الناس كلهم كياخذوا الاخوات في لي فخواساك فريمون زوينين وكيكونوا رخاص. حاطه لكم هذا كنت سولت عليها واحد الاخت والله القسم هي مؤخرا كانت رسلت ليا هذه ديال الكاوكا وقالت لي اختي بشرى بغيت نقول لها راه دروك يحطوها في ليدل. فهمتوا البنات ها هي راه حاطينها. البنات الله يستر عليكم بنطلبكم واحد الطلبه قولي بشرى يا اختي علينا وحق الله غير سمحوا لي البنات. شوفوا والله ما كنبغيش البنات ندير ندخلكم في مشاكل ولكن والله الا راكم خواتاتي وكنشكي عليكم وحق الله البنات لان كيفاش بنادم كيضرك راه لا اله الا الله محمد رسول الله وصحبه. لا الله يهدي ما خلق وصحبه الله يهدي ما خلق بنادم يمشي يدير مابقاش حاضر يا عباد الله. والله يا البنات الا سمحوا لي جاني واحد الميساج البارح بالليل يا البنات والله القسم تا مشيت نعس لقيت واحد الميساج في انستغرام واحد الاخت تقريبا جزائريه والله ما عرفت من اللغه ديالها قالت لي بشرى الله يرحم لك الوالده رسلت لي اوديو قالت لي عافاك طلبي من المتتبعات ديالك قالت لي دعوه 40 غريب مستجابه قالت لي اختها مسكينه هابطه في الدرج وهي تسلق البنات والله نجينا وين نجيكم بحال تشق لها الظهر ديالها مسكينه فهمتوا. ودابا عطاها الطبيب قال لها غتبقاي تقريبا قالت لي من 3 سمان حتى ما عرفتش المهم من 3 سمان حتى شهر تقريبا بحال هكاك قال لها تبقي غير ناعسه ما تحركيش ومن بعد غادي يشوفوا الا جبرات ليها يعني راه ما غيحتاجوش عمليه والا ما جبراتش راه غيحتاجوا عمليه. قالت لي عافاك ابو شرخ اختي الا ما طلبي البنات يدعوا ليا مع اختي طلباتكم وقصداتكم عافاكم اختي الا ما دعوا ليها مع اختها نتمنى يكون كسر من 40 كومونتير دعوا ليها مع اختها فرحوها ونتمنى اختي الله يشافي ليك اختك ان شاء الله نتمنى اختي ديك الشقه تبرا وما تحتاجش لا عمليه لا حتى شي حاجه واي واحد مريض الله يشافيه ارحم الراحمين يا رب العالمين. المهم هذه البنات راه عقلتوا على الكاطو اللي بارطاجيتو معكم البنات الكاطو اللي بارطاجيتو معكم صايبتو بهذه والله القسم البنات اللي جابني وكيجي سهل. انا غنوريكم لاباط اللي بارطاجيتها غير هذيك لاباط خديتها من ليدل وعمرتها بهذا البنات والله القسم الا جات حلوه تحلفي عليها بالحلو تقولي واخده زعما حلوه غاليه والله يا البنات غير مكونات بسيط وخرجت لي حلوه زوينه وحاطين لكم ديال جوج الاورو 99 انا البنات باقي عندي وما راه ناخذه زوين. هذا كيجي ديال الكاوكا وشحال فيه 650 غرام بالنسبه كتكون فيه اللي قفاله حمراء وكاينه حتى الزرقاء بغيتكم غير تعرفوا الفرق. القفاله الحمراء اختي كيكون مطحون كاوكا وما كتلقيش الحبوب كاين الاخوات اللي كيبغيو دوك المورسويات ديال الكاوكاو في وسط هاد الزبده ديال الكاوكاو انا كنبغيها كومسا كتعجبني هاد الحمراء. اما الزرقاء كتلقاي المورسويات ديال الكاوكاو هذه هي لا ديفيرونس اختي وما راه بحال ديري لهم جوج الاورو 99. جوني بزاف ديال الاسئله عافاك اختي بشرى الله يسر عليك الا مشيتي ليدل ورينا شي حلوه حلال شي حلوه اللي نقدروا نعطيها لوليداتنا ما فيها حتى شي حاجه لا جيلاتين لا حتى شي حاجه ومن ليدل حيت كنبارطاجي معكم دائما الحلوه حلال في اكسيون ولكن في ليدل عمري ما بارطاجيتها معكم. انا غادي نبارطاجيها معكم اختي ما تكونوا لي غير على خاطركم غير ما تبخلوش عليا غير بواحد الجيم وبارطاج هذا الفيديو الا جات على خاطركم او كومونتير زون كما عودتوني يا احلى اخوات. بالنسبه للحلوه اللي حاطه لكم اختي راه ناتشوخ ما فيها حتى شي حاجه عرفتوا شحال كانت دايره البنات هادي راه كانت دايره 4 اورو و19 ديري ليها جوج الاورو 75 اللي باغي ياخذ حلوه حلال ما فيهاش البنات الجيلاتين هي سون جيلاتين ما فيها لا جيلاتين لا والو حلوه حلال الاخوات والله القسم الا فاش كتكون شي ميزه بحال هكا كنجي كنجري فرحانه وحق الله العظيم وربي شاهد عليا كنجي فرحانه باش نبارطاجيها معكم وتعرفوا اشنو كاين ونقرب لك هذا الشيء لدارك. انت في دارك دابا ما عرفاش اصلا واش كاينه هذه الحلوه في ليدل انا جيت بغيت نوريها لك باش تجي تاخذيها لك اختي تالك انت ماشي غير وليداتك فهمتوا. كاين هذه ديال الفريز كاين ديال لي فخوي يعني فيهم ثلاثه ديال الموديلات ولكن بثلاثه اختي خديهم ما فيهم لا جيلاتين لا والو كيبقاو حلال عطيهم لوليداتك اختي زعما بكونفيونس ما تخافي ما حتى شي حاجه حيت اختي كنخافوا ما كنعرفوا في الحلال في الحرام كتخافي فهمتوا البنات. هادو راه حاطينهم لكم نقول لكم هادو تقريبا فيهم كيلو البنات هادي بحال فيها الكو ديال الكوكا ديال فهمتوا يعني فيهم 3 ديال ليكو بغيت لا فيهم 580 غرام عليا حيت ما شاء الله الشاصيه كبيره البنات. هاد لاماخك دائما كيجيبوها هنا في ليدل كتكون حلال الاخوات اللي انتريسي اختيطر ليدل كلشي حلال اليوم لعشاق القهوه. عرفتوا يا البنات دير لكم واحد البروموسيون خطيره في القهوه كاين اللي البنات هادي درنا ناقص 61% الاولى كتاخذيها ب 8 اورو 51 والثانيه كتبقى لكم ب 3 اورو 29 يعني الموديل اللي بغيتي خذي اللي بغيتي اختي فيها 72 شاصيه البنات 72 حاطه لك هذا الموديل هذا البنات هذا اختي كيجيو جات دو بياس فيها 60 كابسول
زائد 60 يعني 120 كابسيله البنات كتجي كوم سا. شوفي لي الثمن اللي دايرين لها، ديري لها اختي 6 اورو 69، 6 اورو يا البنات 69. كاين هذا الموديل هذا، كاين هذا الموديل هذا، راه دوبل اكس ال، ودائما فاش كيكونوا دايرين دوبل اكس ال كيكونوا زايدين الاخوات. هادو دوب ياس كيبقاو لكم ب 6 اورو 69. ولا بغيتي هذه كتبقى اختي ديال لا مارك، راه ديري لها ناقص 61%. هذا الموديل كاين هذا، وكاين هذا، وكاين البنات هذا، شوف الاخوات، وكاين فيه حتى هذا، كلهم كيجيو فيهم دو بياس الاخوات. سي بشرى زوين هذا كيخرج الحوايج، واغا هضره راه ما غيسمعوك حتى دير ليا اشنو قلتي، والله الا بنتي الا جات عيطت ليا، واش غا كيخرج الحوايج؟ واش بالنسبه للبيضين والملونين وكل شيء؟ قالت لي سي فغي، قالت لي هذا من بعد القش، قالت لي ما كي بحال ما كيبهاتش، فهمتوا البنات؟ كيحافظ على اللون. ها انتم البنات راه شحال الثمن ديالو؟ 5 اورو شي حاجه البنات، ها هو حاطينه لكم في ليدل، قالت لي احسن حاجه عجبتني، وهو كيخليو لي كيخلي لي الحوايج اللي كيحافظ على اللون وكينقيهم البنات، وكتجي فيه 600 تصبين 600 ناري ناري 60 تصبين، قولي 600 بشرى 60 تصبينه البنات، والله القسم هي شكرتوا لي الاخت بالصحه والراحه الزين. هانتوما زوينه ديال اختي صحيبتي هي البنات ريسبونسابل ديال ليدل، قالت لي بشرى اجيت نقول لك اش بغيت ندير، بغات تاخذ البنات هادو كيجيو وكاين فيهم حتى الكبار البنات، بغات تاخذ هادو، ولكن انت بغيتي قلتي لي الصغار. قلت لك هما الصغار تيجيو ربعه ديرين فوق لا ماشين رافي. أه. ولكن بحال دابا التيد حيت غيكون بودر بودر كبير. عندك كتشري الكبيره انت يا صافي جيك زوينه البنات. قالت لي بغات تاخذ هذا غادي دير فيه البودر ديال التيد وتحطه فوق لا ماشين. هذا حتى الموبل ديغيغ لا بورت فين تيدير لا بيوندغي يقدر يديرهم فوق لي زيتاجير. وايدي يشوف فيهم بزاف ديال الحوايج، وحتى هذا كيف قلتي لي هذا الكابسيل ولا هكا ديرهم فوق الماكينه ديال الصابون، فكره تجي زوينه البنات. هما حاطينهم لكم في ليدل، بغيتي الكبار ولا الصغار شوفي لي اختي الثمن ديالهم غير نافوغ 99. الرخه والرباخه اختي دائما في ليدل، حك حدايا اختي الريسبونسابل ديال ليدل. هذه اش كديري فيها؟ اللي عنده شي جاكيطه ولا شي بحال هكا كيكونوا فيها ماشي هذا اللي عنده المونطوات دوك اللي تيديروا دوك الحوايج. حتى في المونطويات في المونطويات دوك اللي تيديروا والله ماركه ديال فيليبس، و يعني بحال دابا كتجبدي شي مونطو ديال العام اللي فات جبتي المونطوات ديالك دوك اللي بحال دابا مثلا هذا بدا يدير بدا كيطمات ولا جربتيها زوينه تيقول لك كاع دوك كيحيد لك الحبيبات من الحوايج البنات، وكتبقى لا مارك ديال فيليبس. هذه انا كاع ما شفتها كاع ما بارطاجيتها مع البنات. ها انتم البنات زوينه، ومن بعد كتحيدي من هنا الخمله كتخويها كتجمع لك الخمله كتخدم بالحجر البنات. لا مارك ديال فيليبس حاطينها لكم اختي في ليدل. ها انتم يا البنات ديري لها نافوغ 99. عشاق اختي الروز، الروز ديال بسمتي البنات راه بروموسيو هاد السيمانه في ليدل، احسن روز كيعجبني وهو ديال بسمتي البنات. الروز ديال بسمتي الحبه كتجي اختي ما شاء الله كتجي كبيره زوينه، دير به سلطه صفه مع الدجاج كيما درتي ليها اختي. الروز ديال بسمتي هذا راه دوبل اكس ال، فين ما جابوه في ليدل كيطير كيطيب كيطير كيطير كيطيب في 10 دقائق البنات. فيه 4 كيلو ونص، ديروا له نافوغ 39، نافوغ 39. شوفوا البنات الناس اللي كتكون عندهم الريحه في الثلاجه، ها انتم يا الاخوات هذه كتخلي لك الريحه ديال اللي فخوي في الثلاجه يا البنات. ها انتم يعني شهرين الاخوات، شهرين كتحطيها في الثلاجه كتحطيها وكتبقى لك ريحه زوينه في الثلاجه ديالك. ها انتم يا البنات الثمن ديالها اورو 89، كتجي فيها بياسه المده ديالها شهرين البنات، هايا دايرين 60 جوغ. نقول لكم واحد الحاجه زوينه يا البنات، انا كنت خديتها المره اللي فاتت الا عقلتوا راه كنت بارطاجيتها معكم، زوينه يا البنات. جيب لكم هاد البرودويات هادو بالنسبه للناس اللي عندهم ليطاش، هذا اختي سبيسيال الزرابي والموكيط البنات، الناس اللي عندهم الزرابي والموكيط يستعملوا هذا، وهذا بالنسبه للبنات عندك في الفوطويات يعني فين ما عندك فهمتوا الاخوات، هذا سبيسيال ديال الفوطويات ديال عندك في السدادر عندك فهمتوا البنات، ديري لهم نفس الثمن. هذه كتجي القرعه ديالو كبيره كنظن بجوج هما البنات يخدموا نفس يعني كيحيدوا ليطاش فهمتوا، كيجي هذا البرودوي هذا كديري واحد 3 دقائق في طابي ديالك ولا الموكيط ولا السدادر ولا كنابي، ومن بعد كتفركيه بهاد الشيته هذه اللي كاينه هنا، كتجي بونجه وهنا كتجي شيته فهمتوا البنات، وكتمشي لك الطبعه يعني في ظرف 3 ديال الدقائق البنات راه دايروا له 3 اورو 49. الفيديو اللي بارطاجيت معكم البنات البارح ديال داكشي ديال 50 سنتيم ها هو راه باقي البنات، شفتوا ما بقاش منه كونتيتي من هاو البنات باقي، شفتوا هادشي كلشي ها
راه باقيين الناس حاطينه ب 50 سنتيم، انتما شفتوا زوين هاد لي فخوي خديتهم درت بهم العصير، والله البنات الا زوين. وهذا كيجي غاطو زوين البنات، كيجي بحال فيه الكراميل على مزوينات، وكيعجب الوليدات. ديروا له هو 50 سنتيم، ها هما باقيين حاطينهم البنات 50 سنتيم. انتما زوينه ديري تلاقيت مع متتبعه ديالي جات خدات البنات، شوفوا لي خدات المنطويات الاخوات، ها هي بشرى بحال سميتي البنات. ها هي راه المنطويات باقيين البنات في ليدل ديال لاغبغيل، ليدل بزاف ديال ليدلات مشيت ليهم ما لقيتش البنات المنطويات، اما في ليدل ديال لاغبغيل راه باقيين محطوطين بالصحه والراحه الزين.